لا انا احب الكرتون الممنهج انت سينمائي بقى يعني كبير بقى على سينمائي كده. قديم. ودلوقتي خلاص بقى عشان ما فيش سينما نظيفة فانت قاعد في خلاص البيت. بقى قالوا لنا اقعدوا بقى في جنب بقى وركنوا وكده وكبرتوا هي دي واجلستوا وكده. هي دي المشكلة. بدأت تظهر بقى حاجات بقى جديدة بقى. يعني هو الناس في الصين كمان قاعدين، يعني مفيش اي مشكلة، يعني السينمائيين كبار هو قاعدين في الصين، مفيش لا شغل. اوعى بقى تعمل برامج بقى هناك بقى لا خالص، احنا قعدنا بقى ارتحنا بقى، والولاد ولادنا بقى هم اللي يعني ممكن بقى يدخلوا في الشغلانة بتاع هم بقى ودماغهم، لكن اهو. احنا انا قعدت انا وافروديت بقى خلاص الفترة الأخيرة نقعد نرتاح بقى طب كبرنا. ما فكرتوش تعملوا ولاعات او اي حاجة تبيعوها، يعني تعملوا حاجات من تحت بير السلم مثلا، ولاعات صغيرة من 1.5 جنيه دي عملتوا في حاجة؟ مشروع وانا مقعد ابني مازنجر فيه بيشتغل كويس وماشي يعني بياكل اكل عيش كويس. ما هي دي الشطارة بقى، دي الشطارة، ان هم خلاص سينمائيين خلاص، يعني ما بيشتغلوش افلام نظيفة، فقعدوا في البيت. ابتدوا بيعملوا مشروع من تحت بير السلم، ولاعات صغيرة كده ب1.5 جنيه. احنا ما نعملش كده ليه؟ احنا لازم نعمل برامج، نحن لازم برامج. نعمل على الروائح العطرة المرتبة. جميل يا حبيبتي، جميل. هي مخها فوت طبعا السن القعدة في ليه البيت دور. برضو بتصدي الدماغ، معلش معلش طبعا، لا فمعلش. برامج ولا اي حاجة. لكن بصي زي القمر لسه زي ما هي. طبعا طبعا. انا عرفت ليه المزدوج بيلف ويدور، تاني حضرتك بتحرجيني يعني، انا انت مش بتقولي الكلام احراج، ده قدامي كده وكأن انا بدلة ماسك قاعد قدامك. انا بقول لحضرتك الحقيقه عموما برضه. يعني انا عايز اقول لك ان انا كسينمائيه وكمنتج انا اتاثرت فعلا بالكلام اللي انت قلته لي، انك انت تبقى من سينمائي عظيم تبيع ولاعات. انا بشكر حضرتك طبعا ان انت بعد السنين دي كلها ما حدش فكر فينا، وحضرتك فكرتي ان انت تجيبينا وتفكري جيل الثمانينات والتسعينات والثلاثينات والستينات والعشرينات بينا يعني. فسيه مازنجر، فسيه حبيبي. اي حقا حقا هي فسيه، بتجيلها الحمد لله الغيبوبة، ان هي قالت ان حقا. هي بتفوق من الغيبوبة وبعدين ترجع بترجع تاني. تنام جوه الماسك تاني حرانة. خلي بالك منها، دي برضو وقفت جنبك وما كانتش بتسيبك، يعني ما تبقى خليك انسان طبعا قليل اصل كده ومحترم. لا طبعا انا عمري ما اتخلى عن افروديتي، افروديتي دي حياتي طبعا حياتي. طبعا. عموما احنا هنعرف قصة الراجل اللي هو المزدوج ده اللي بيلف وراكم بس بعد الفاصل، ايه رأيك؟ هنطلع فاصل. يا ريت تطلعنا انت بقى، يعني عايزين اهي المشاهدين، الكاميرا بتاعتك اهي، دي بتاعتي. يلا. طب انت خليكي نايمة، خليكي. اعزائي المشاهدين يلا هنطلع فاصل، بس قبل ما نطلع الفاصل انا بشكر الاستاذه اللي ميرسي. اتاحت لنا الفرصه انا وافروديت بعد ما صدينا في المخازن بس طلعتنا تاني ولمعتنا ونجرتنا وظبطتنا وجابتنا عشان تحيينا تاني وترد فينا الروح.